ايوه بقى على الهادي يا زبادي. ايوه يا معلم. بتعمل ايه يا حسن؟ بقالك ساعتين، ده انت ناقص لك شويه وتخش جوه التليفون. تعالي اتفرجي، تعالي اتفرجي على الكريمه اللباني. بص الوليه، بص الوليه بتتلولو ازاي يا شيخ. ولولو عليك ساعه وسكتوا، مش مكسوف من نفسك؟ عيب على سنك. انت اللي مش مكسوفه من نفسك. بص الوليه، بص الوليه مهتميه بنفسها ازاي. نفسي افهم انت ليه ما تبقيش زيها كده. اسم الله يا اخويا، كنت متجوزه انا جوني ديب وانا معرفش؟ قوم كده بص في المرايه وانت هتشوف الدب ذات نفسه. بس بقى، بس 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 خليني اركز واتفرج كده على الفيديو. اتفرجي. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ هتولع في نفسك وتولع في البيت، بتولع سجاره بشقلوبك. خلاص بقى، بس بس بسينا يا اخويا. بقولك يا جوجو، ما تقومي كده تهزلنا هزتين ولا بلاش، لحسن البيت يقع. استغفر الله العظيم يا رب. نفسي افهم يا رب، ما وعدتنيش ليه يا رب بواحده زي دي. اصوم اصوم وافطر على دي. دي عايزني يا حبيبي ابقى زي دي؟ اصرف كده وكلف. ادفع ادفع. ما انا بديك فلوس، نفسي افهم بتوديهم فين. افتح الشنطه الاقي مرايه مكسوره، قلم رجم التاكر من غير غطا، قلم رصاص مبري. انت اصلا مهمله. انا مهمله بذمتك؟ فاكر اخر مره اديتني فيها فلوس عشان اعمل شعري كانت امتى؟ فاكر ولا فكرت؟ ويا ريته نفع. سلك مواعين اهو ما بيحوقش. سلك مواعين؟ انا اصلا حالتي ما جاتش ورا غير لما عرفتك واتجوزتك. انا سلك مواعين ايه؟ هات يا اخويا كده وشكلين لي جيبك، هات 50,000 جنيه وانا اخليهولك حرير لحد رجلي من تحت. عايزني اخويا ابقى حلوه وجسمي زيها؟ ادفع، هات 200,000-300,000 جنيه وانا اروح اعمل عمليه تجميل ونحت وتكبير وتصغير عشان اعجب. عايز يا حبيبي عيوني جميله وايدي حلوه وضفري طويله؟ هات لي يا حبيبي واحده تخدمني وتكنس وترسح وتعمل اكل تطفحه. ستتني كده وهنيني، يعني فيه واقول اخيه. 50,000 جنيه ايه و200,000 جنيه؟ ايه التبذير ده؟ ده انا يا ماما بحلق شعري ده ب20 جنيه. والنبي ولا بيبان عليك نظافه؟ ده انت راسك دي فيها سكان من ايام حرب اكتوبر. سكان؟ عايزين جاز عشان يعزلوا. ده انت اللي عايزه جاز يتكب عليك ونخلص. والله العظيم كلكم صنف واحد وعينه واحده، ما بتهتموش غير بالمظاهر. والله العظيم انت غلبان. والنبي كده قول لي، واحده زي دي هتبص لك انت على ايه؟ على جمال كرشك ولا حلاوه سحنتك ولا يكونش على فانيلتك المقوره؟ ولا يمكن عشان فلوسك والقصر اللي انت معيشني فيه؟ ولا يكون عشان سطر العربيات اللي راكنه تحت بسواقينهم جاتك واكسه توكسه؟ ابتدينا بقى في الموشح بقى بتاع كل يوم. ابتدينا موشح يا حسن. ويا انا يا انت بقى، اللي عمرك ما قلت لي كلمه تكبر بخاطري في مره. دي انت اصلا واحده تغمي النفس كده وتسد النفس اصلا. لا يا اخويا اسم الله والنبي على طلتك البهيه. اسم الله. قوم قوم افتح الباب. قوم قوم استنى. روح روح استر عظمك. روح انا هقوم افتح. اجي اعوذ بالله. ايوه يلا. حسيني انا ايه؟ عايشه جنبك فجاه، كنت عند دكتور هنا قلت معاك يا حبيبتي. تيجي بنت اختك في اي وقت. خشي يما، خشي على مهل. خشي يا مهل. انا مهلوك حسن جوه، بس هنزولكم على طول اهو. ازيكم يا جماعه؟ منورين. منوره باهلها. ازيك انت حسن؟ عامل ايه؟ تمام الحمد لله. هاجر، ممكن ايه تجيب لي الناس حاجه تشربها؟ طبعا. حاضر حاضر. منورنا والله يا جماعه، منورنا. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. واخبار الشغل ايه؟ تمام. انت اخبار الشغل الجديد اللي انت نزلت؟ حبه كده وحبه كده. وايه اخبار النونه؟ ايه قربنا ولا لا؟ النونه زي الفل، لسه جاي عند الدكتور ومطمنا الحمد لله يعني. طيب تمام. ايه قربنا خلاص يعني؟ الشهر الثامن اهو. يلا يا مسهل يا مسهل. لا شهر ان شاء الله. تيجي بالسلامه ان شاء الله. يسلمك. الله يسلمك ان شاء الله. اتفضلوا يا جماعه، اتفضل البيت بيت. اتفضل يا مهاب. اتفضل. تسلم. اشربي بيبك. والله يا جماعه منورنا وحياه ربنا. راحت فين؟ راحت فين؟ هاجر، ممكن تجيب علبه السجاير؟ نسيتها جوه على السرير. سجاير ايه؟ في مويه. سجاير إيه؟ ايه؟ لا ثانيه واحده. في ايه؟ لا ما انت عارف يا حسن، ما انت عارف، عارف ان السجاير غلط على الحوامل. انت زي ما انت شايف يعني يارا حامل. انت ايه اخبار النونه؟ الحمد لله والله العظيم قرفاني ليل ونهار، ترفيس وخبط في بطني لما بعرفش انام منها. والله العظيم يا مهاب ربنا يعينك. ربنا يعينك يا رب يا اخويا يا رب. ده دلع ستات. ده نم قبل ما تولدني كانت بتنزل السوق، كانت بتسيق. ده نم يوم ما ولدتني كانت بتعمل لابويا الغدا. يا حسن يا حسن، ما انت عارف ان جيل زمان غير جيل دلوقتي.
وبعدين زي ما انت شايف اهو في الشهر الثامن، يعني محتاجه راحه تامه. انت عارف، شايف قلبي دي؟ شايف قلبي دي؟ والله العظيم شايف العسل ده، ما بخليهاش تنزل تعمل حاجه، هو بس يا دوبك مشوار الدكتور وتروح تتمشى ساعه زي ما الدكتور قال لها، وبعدين لما بترجع البيت على فكره ما بخليهاش تعمل حاجه. بالعكس، دي لازم تتحرك وتطلع وتنزل عشان سهل عمليه الولاده. بيقول لك يا حبيبي المشي ساعه مش الخدمه. اه والله مهاب من الناحيه دي مش بيأثر معايا خالص، ولا بيضايقني ولا بيعصبني، عشان عارف اقل حاجه هتأثر فيا. شايف الرجاله. طيب نم احنا بقى نتكل يا جماعه. ليه يا جماعه انتوا قاعدين؟ ما تقول لهم حاجه يا حسن. طب ما بدري يا جماعه، يعني حتى نقعد نتعشى حتى مع بعض يعني. لا 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 لا، لا ولا اي حاجه، احنا جينا بس كده خففي. ما ينفعش يا حبيبتي، لا لا نتعشى سوا بقى. هاجر ممكن ادخل بس الحمام ثانيه؟ اه طبعا يا حبيبتي، تعالي تعالي. ايه ده؟ على إيه مهلك، إيه ده؟ على مهلك. انتوا رايحين فين؟ داخل الحمام يا مهاب. ليه وانا مت ولا ايه؟ ما حدش يخدمها غيري. اوعي اوعي. على مهلك. شايف الرجاله؟ بدل ما انت قاعد تتفرج لي على الرقصات والممثلين وعايز لك واحده زيهم، يبقى راعي ربنا يا اخويا الاول فيا زي ما جوز اختي بيعمل مع مراته، مش ممرمطني ومبهدلني وكلام يتم البدن وفي الاخر برضو مش عاجبك. بس 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 انا نفسي افهم انتوا اخواتي ازاي؟ بص اختك متزوقه ومكياجه ومهتميه بنفسها ازاي؟ انا نفسي افهم انتوا اخواتي ازاي؟ خليكوا كده، اخركوا تتفرجوا على دي وتتفرجوا على دي بدل ما تراعوا ربنا فينا قبل يا اخويا ما تتريقوا علينا على اشكالنا. ابو سؤال الاول، احنا ايه اللي وصلنا لكده؟ طب يا جماعه نستاذن احنا بقى جايين يا مهاب، تعال نشوف الناس. شوف شوف.